أصحابنا. هنا أيضا معنا الأخ أبو حسين، سوف يتحدث بتفاصيل أكثر عن طبيعة معاناتهم، ولكن هذه قضية سياسية من الدرجة الأولى. يجب أن يكون هناك وقفة جادة للدفاع عن قضيتهم، يجب أن يكون هناك توكيل حقيقي للمحامين. اليوم نرى ناس يخسرون بيوتهم، يخسرون قضاياهم أمام المحاكم الإسرائيلية، لأنهم لا يملكون رسوم محامي، لأنهم لا يملكون رسوم التوجه إلى محامي حقيقي يستطيع الدفاع عن قضيتهم، يستطيع أن يمثلهم أمام القانون الإسرائيلي. وحتى لو كنا لا نثق بهذا القانون الإسرائيلي، ولكن هناك فسحة من الأمل التي يجب الاستمرار بها حتى نهاية الأمر. أكيد أبو حسين، من إمتى أنتم موجودين في هذه المنطقة وساكنين فيها؟ يا ستي، من قبل 67، قبل الاحتلال الإسرائيلي احتل الضفة الغربية. نعم. وإحنا موجودين، وموجودين على هذه الأرض، وعايشين على فلاحتها، وعندنا مواشي أغنام، ويعني كنا عايشين فيما بعد. في 95 قامت المضايقات، بلشت المضايقات أجتنا الداخلية اللي هي داخلية إسرائيل، أجتنا البلدية، أجانا الجيش بحجة أمن، بحجة ما في ترخيص معاكم. نعم. وإحنا نحمل زي ما تفضل أخونا أبو فارس بيوت شعر، بيوت متواضعة يعني، مش بيوت. فمن 95 قمنا في صراع معهم مع البلدية، ووصلنا إلى المحكمة العليا. نعم. كان المحامي شلومو ليكر وكلناه من 95 لغاية قبل سنة، وهو متوكل لنا وأخذ منا يقارب من 60,000 شيكل. نعم. وحتى بعنا مواشينا وحلالنا، يعني بعنا قوت أولادنا، يعني حجزنا حتى تقدروا تشهدوا. نعم، هذا الكلام يشهد له هذا مسؤول لنا شلومو ليكر. نعم. فبعد قبل سنة طلب منا 10,000 درل على أساس أن يقوم شكوى على الحكومة، على السلطات الإسرائيلية الموجودة هناك، يسهلوا على الناس التسريح، يسهلوا على الناس الدخول والعبور. نعم. إلى رام الله وبعد رام الله. خلينا نتحدث عن هاي الدخول والخروج إلى المناطق والمدن القريبة والمحيطة منكم، خاصة أنه تم تقطيع أوصالكم، حتى أنتم من نفس. نعم. العائلة موجودين خلف الجدار، خلف الجدار وبعد. نعم. الجدار يا ستي. نعم. نعم. لما مشى تسريح حوالي 6 شهور تسريح المعبر، وكان يقف إلى المعبر ويدخل الطلاب إلى أهاليهم، بعد ما وقف بعد سنة قال بدي 10,000 درهم. يعني أنتم موجودين في مكان مغلق. احنا في مكان في مكان مغلق تماما، مغلق المسكر مسكر. فيا ستي، بعد قبل سنه طلب 10,000 درهم، فتوجهت الى السلطه في رام الله اللي هي وزاره الدوله. نعم. في رام الله، فقالوا احنا عندنا شباب محاميه يعني مبدعين، زي ما يقول هم باللغه اللي تبعكم مبدعين. نعم. او هم فرسان يعني. فقلنا احنا يعني بدنا عنب ولا نكات للنطور، فاحنا اتفقنا. فوكلونا محامي اسمه حسام يونس. نعم. اسمه حسام يونس، واجا ووكلوه واعطوه وكاله في وزاره الدوله. فكانت المحكمه لها اسبوع وبتصير، وحضر شلومه ان المحكمه محكمه البلديه لها اسبوع وبتصير. فعلا غيب عن المحكمه. هلا رح نرجع نحكي ابو حسين، غيب عن المحكمه. نحكي انه شو وضعكم هلا، كيف صار؟ غيب عن المحكمه. لما غيب عن المحكمه غرمونا اربع ملفات. نعم. هم 8 على سوون في 4 ملفات، غرمونا عن كل ملف 1,000 شيكل، 4,000 شيكل. فمشت ودفعنا ال 4,000 شيكل، ولا يزال الفواتير الموجوده. بعد اسبوع صارت المحكمه، هذا اللي فعل المحامي. نعم. حسام يونس اللي وكلت السلطه. فبعد اسبوع صارت المحكمه، حضرنا للمحكمه، ما دخلنا في المحكمه، قعدنا خارج المحكمه، وانا جايب لنا هالورقه، وانه يقول انا اجلتها سنه، وانا جايب لنا غرامه ب 30,000 كمان. هذا الشيء يعني متعود عليه، تضييق خناق عليكم. جاب لنا بدون محكمه اتفاقيه بينهم، هي موجوده الورقه، اتفاقيه بينه وبين البلديه 30,000 شيكل، ونخلي بعد سنه نخلي بيوتنا ونهدها بايدينا. امتى الموعد يعني السنه؟ كان الموعد انتهى في 30/5. في 30/5/2013. نعم. 2013. وانتم من 30/5/2013 وبتنتظروا اوامر الهدم، اوامر الهدم والاخلاء. واحنا من 30/5 ننتظر كل فتره وفتره، يجونا اليوم الثلاثاء، يوم الاربعاء. نعم. يوم الخميس، كل فتره وفتره، وعايشين على اعصابنا
واخر مره اعطونا يوم الثلاثاء الماضي انهم يهدموا. نعم. واطلعنا واعيين يعني خوف يخربوهن او شيء. نعم. فالان مشكلتنا مشكله، لا احنا في الغرب ولا احنا في الشرق ولا احد راينا. بالنسبه لاخواننا في محافظه القدس، شو رأي انت، شو رايك بالوقفه التضامنيه اللي معاكم والله احنا الوضع بالمؤسسات الرسميه؟ والله ما حد وقف معنا الا الاخ ابو فارس لما حضر، والاخ اللي هو ابو العز. نعم نعم هم اللي حضروا ولا غيرهم ما شفنا. ومن 4 سنين او اكثر واحنا كل يوم على المحافظه نطلب اتعاب المحامي اللي احنا دفعناه من جيابنا. نعم. اللي هو المحامي الاول ويقول اليوم بكره يقولوا ما عندنا فلوس وسوونا زي ما تسولين. نعم. انا اطلب منهم يوم الحد بعد العطله الاسبوعيه اللي تسمى يعطونا ملفنا ويخلف عليهم وشكرا لهم. استاذ يوسف لوين رايح القضيه وندور حسب متابعتك يعني لها؟ نعم انا يعني اسف لانه يضطر الاخ ابو حسين ان يتحدث بمراره عن قضيته، بس هذه قضيه وجوده، قضيه 80 نفر هو كبيرهم، هو راعي عشيرته. نعم. هؤلاء 80 نفر لهم حاجات انسانيه، هؤلاء 80 نفر لهم حاجات صحيه، لا يستطيعون الخروج عشرات الامطار بعيدا عن المضارب، لا يستطيعون الذهاب لتلقي الرعايه الصحيه، لا يستطيعون المشاركه في المناسبات الاجتماعيه المجتمعيه مع باقي ربعهم في مناطق اخرى، لانهم محاصرون، هم لا يستطيعون الخروج من هذا المكان ولا يستطيعون العودة إليه. وبالتالي أطالب بوقفة جدية معهم، أطالب بصرف المبلغ الذي أقر لهم وهو 10,000 أو 11,000 دولار. نعم. من المحافظة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة جدية مع هؤلاء القوم، على الأقل يعرفوا لوين رايحين هم بالضبط. أبو حسين كعابني شكرا جزيلا لوجودك معنا، وإن شاء الله منلاقيك بظروف أحسن من هيك والله بيفرجها. إن شاء الله. شكرا. أستاذ يوسف كلمة أخيرة، رئيس لجنة المرابطين المقدسيين، يعطيكم العافية. الله يخليك. كلمة أخيرة، ما يحدث هنا مع أخواننا البدو في مناطق القدس هو ليس ما يتعرض له الكعابنا. نعم. أيضا نحن نلمس معاناة إخواننا عرب الافهدات الذين أيضا معرضين بالتهجير والهدم، علما بأن قرية الافهدات هي موجودة من الخمسينات. نعم. أيضا إخواننا الموجودون عرب الجهلين. نعم. في جميع المضارب المحيطة في مدينة في القدس منطقة إيوان. نعم. وما يحدث للبدو هو ليس بمفصول عما يحدث لإخواننا. نعم. البدو في النقب في منطقة العراقيب التي هدمت المرة. نعم. 54 على التوالي. أيضا مخطط برافر. نعم. الذي يستهدف مصادرة 800,000 دنم من أراضي البدو. نعم. في النقب يعرض على البدو اليوم في القدس التوجه إلى منطقة الأغوار، ولكن منطقة الأغوار أيضا هناك مخطط لتهجير البدو من منطقة الأغوار. أرى أنه أنا بعرف أنه هو الموضوع أكبر من هيك وأكبر من المساحة اللي أعطناكم إياها في هذا البرنامج، ولكن هون كان هدفنا أنه نلقي الضوء على المشكلة الحقيقية في مضارب البدو في بيت حنينة، خاصة. نعم. هذه معاناة حقيقية والإفهادات، وكمان البدو الموجودين كمان في صحراء في منطقة النقب. شكرا لوجودكم معنا، إن شاء الله نكون وصلنا الصورة بالشكل الصحيح. ويعطيكم ألف عافية وربنا يفرجها. مشاهدينا سننتقل إلى فاصل قصير لنتابع باقي مشوارنا ونتابع باقي قضايانا، انتظرونا.